شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عبر الفيديو كونفرنس في جلسة حول أهمية التعاون الدولي الإنمائي لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك ضمن حوار رفيع المستوى نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. أكدت المشاط أن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي مثل إيفاد وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة، وذلك لإجراء تقييم سريع للاحتياجات ذات الأولوية للتخفيف عن العاملين في مجال الزراعة وضمان توفير الأمن الغذائي للمواطنين.